حطوا له سم كالعسل، فتعب وبعدين خلاص كشفوا عليه قالوا ده خلاص السم مشي في كل جسمه وميت. فبيعيشوا كانوا في السم دوت يوم يوم ونص حاجة زي كده. وكان بيخش الدكاترة فيه يعني الحكم زمان يعني يخشوا يعملوا حاجات معينة يقول لك لا خلاص ما خلاص، إذا كان بقى يعني عايز تسيب رسالة، عايز تقول حاجة، عايز توصي، اعمل اللي أنت عايزه. فكانوا قالوا لسيدنا الحسن الكلام ده خلاص. فدخل عليه سيدنا الحسين أخوه الأصغر منه، فدخل قال له لما الجزع، لما الجزع يا أخي؟ ما هي إلا غمضة عين وبعدها تفتح عينك فترى جدك رسول الله، ثم ترى جدتك خديجة، ثم ترى أمك فاطمة، ثم ترى أبوك علي، ثم ترى أولاد خالك القاسم وإبراهيم، مش أولاد خالك، أولاد اللي هم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ترى كمان خالاتك اللي هم يبقوا مين بقى؟ اللي هم أخوات ستنا فاطمة اللي هم رقية وزينب وأم كلثوم، دول أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني في انت في اجمل من كده حاجه؟ فقال له لكن يا اخي بس هي رهبه الحياه الجديده، شوف الثقه وشوف الحاجات. فانا لفت نظري في الحكايه حاجه هي واقعه جميله جدا، انه مين فينا لما يتوكل هيبقى يشوف حاجات بالشكل ده. فلقيت انه ممكن مش زي النبي عليه الصلاه والسلام ولا ستنا فاطمه ولا اي حد مؤمن بالله ايا كانت الديانه، ده مش موضوعنا، لكن كل حاجه حلوه انت بتعملها في الحياه ممكن لو انت انسان عندك حاجات حلوه عاملها هتشوف حاجات حلوه جدا جدا جدا. فيعني اذا الحكايه ما هياش عقده، ومهما كان سنك ومهما كانت اخطائك ومهما كانت ظروفك، انما الحكايه الصغيره دي ليها مغزى كبير جدا عند المسلم والمسيحي وكل ديانة. ان انت الله لو انت عامل اعمال كويسة اول ما تطلع كده تقول عايز اشوف النبي، تشوفه ما تشوفوش ليه؟ والمسيحي عايز يشوف المسيح عليه السلام، عايز يشوف سيدنا مريم ما فيش مانع، واليهودي عايز يشوف سيدنا موسى. يعني اذا انت ممكن الحياة لم تقف عند هذه الحكايات، لكن هذه الحكايات بتقول لنا ببساطة ان احنا كمان ممكن نعمل، لو بنعمل حاجات حلوة، لو احنا طيبين مع الناس، اهم حاجة اهم حاجة ان انت لو ما اذيتش الناس كتير او اذيتهم قليل يعني، او قدرت تبقى عندك سيطرة على غضبك، او تدرك انه انت ما دام انت اكبر من اللي قدامك ايا كان رئيسه وبتاع مش عارف ايه، صاحب البيت وبيشتغلوا في البيت وحاجات زي كده، لازم تعرف انه ده ما ينفعش تقسى عليه، اللي اقل منك ده لانه مش هيقدر يرد عليك ولا هيقدر، فبلا حيله. فتستدعي والقازمين الغيظ، وبعديها والعافين عن الناس، وبعديها والله يحب المحسنين.